تهدي وردة. بهديك إياها إلك. ليكي ما أحلاها. لا هي خمسة. أوعى تشوف. ها شفتي الشوك؟ لا هلا بثبت لك إياها. طريق الألف ميل بيبدأ بخطوة، فكيف إذا بدت هيدي الخطوة بوردة؟ مشروعنا لليوم مزين بورود وألوان مختلفة. من ريف القرداحة، مشروع جديد لزراعة الورود للشاب سومر الخطيب. هلأ أنا بلشت من سنة وأربعة أشهر لحد اللحظة هاي تقريباً، والحمد لله الأمور جيدة وبقضي نص نهاري هون، فالموضوع ممتع مسلي مريح نفسياً، أنه جو جيد جداً، بري، طبيعة خلابة وهدوء، فأنا دائماً بتواجد معظم وقتي هون. طبعاً لما بكون برا دوامي خط أحمر، فبالأوقات الفراغ دائماً فأنا متواجد بالأرض وبالهنجا، فبيتطلب وقت ومتابعة ودائمة ومسابرة، مو أنه والله أقطع يوم وإجي يوم، ما بيصير. في حال أنا كنت بالدوام وبعيد، في ابني بس في أصدقائي بخليهم يجوا بيسقوا بيعملوا بيساعدوني طبعاً مساعدي ومشاركي، والحمد لله الأمور متيسرة والمردود حلو، يعني ما هو سيء جداً، يعني بالنسبة لكل التكاليف ففي مردود كويس بيعيش، والحمد لله الأمور مستورة. رحلة النجاح أبداً ما كانت سهلة بالنسبة لسومر، لكن بعزيمته وهمته قدر يأسس مشروعه الصغير ويحوله لمصدر دخل. بدايتي أول ما فكرت السنة الماضية أعمل مشروع لزيد دخلنا، فعملت هنجار فوق بالجبل هوني، والحمد لله تيسرت معنا وكانت الأمور كتير جيدة. بعد خلال فترة قصيرة جداً، يعني خلال سنة، كانت الأمور ميسرة وقضينا شتوية وعشنا من وراه والحمد لله. ففكرت أنا وأهلي وإخواتي نكبر المشروع ونستثمر، فاستثمرت هاي شقة الأرض مساحة دلوم وعملت عليها أربع قمم وزرعتهم ورد، والحمد لله الأمور ماشية ومتيسرة. فزرعت بالهنجار الأول جوري أحمر، فالحمد لله تعلمت طبعاً الأخوة المزارعين ورفقاتنا بالمنطقة كانوا مزارعين، فأعطوني المعلومات وتعلمنا وتأقلمنا مع الوضع. فبعد ما فكرنا نكبر المشروع كمان زرعت جوري أحمر وجوري ملون، وكنت زارع هون لويزيانا وجبسة فيل. لويزيانا خلص موسمه وحالياً عم ننبت شتول لنوع اسمه المنتور، فإن شاء الله بهالفترة القريبة بعد 10 أيام بيكون مزروع إن شاء الله، وإن شاء الله الله يفرج علينا وعليكم ويكون الإنتاج جيد. زراعة الورد إلها خصوصية واهتمام كتير كبير، لهيك سومر كان على تواصل دائم مع مختصين بزراعة الورد ليواكب كل أساليب وتقنيات نجاح هيدا المشروع. بالنسبة لنبتة الورد، نبتة حساسة جداً، تتحسس مثل الورق تبعها حساس جداً، يعني إذا زدنا تركيبة الدواء ولو ميلي واحد فبيأثر معنا جداً، بيتحسس الورد، بيصيبه نوع من تجعد الأوراق، بتعطي مردود النبتة بتضعف بتضمر في حال خربطنا بتركيبة الأدوية. هاي التركيبة لازم نكون دقيقين فيها جدا، وأنواع الورد كل وردة وإلها نوع معين من الأدوية، ما بيصير نعطي دواء الجوري الأحمر لدواء الملون، ما بيصير الملون نعطيه نفس السماد تبع الجوري، في عنا موضات فطريات، في عنا العناكب، التركيبات مختلفة. كمان بالنسبة للويزيانا والجبسة فيل بدها تختلف التركيبة الأدوية والعيارات لما منبخ منحط بالمرش، مو لما حطينا بالمرش ورشينا الكل سوا، ما بيصير، هذا شيء غلط. في للجوري تركيبة عيار معين، في للويزيانا عيار معين، للويزيانا عيار معين، للجبس عيار معين، وطبعا في أدوية تصلح للجوري لا تصلح للويزيانا. هاي المعلومات، أنه مثلا عناكب ما بيصير نحط عناكب الجوري نفس العناكب هون. حالياً في شاب مهندس زراعي بدك تاخدي معلومات من مهندسين، تاخدي معلومات من فلاحين، من مزارعين تانين، يعني الخبرة الأكبر. أنا خبرتي حالياً ضعيفة، مو كتير جيدة، فلازم أتعامل مع خبراء، بسأل مهندس زراعي، بسأل الوحدة الإرشادية، بسأل رفقاتي المزارعين التانين لأخذ المعلومة المفيدة والدواء المفيد والعيار الصحيح. هذا الموضوع مفروغ منه، لأن كل المتابعة أساس كل شيء، ولازم نتابع أقل التفاصيل
ولو أي مرض أي تطور جرى على النبتة لازم نسأل عنه، جرى عليها تطور كذا، صار عليها بياض دقيقي، صار عليها عناكب، صار عليها مرض تاني، فلازم نعرف مرض الجذور، تعفن الجذور، الفطريات، النوميتيدا، يعني أمراض تتطلب معرفة للمزارع ويعرف الاسم الفعال العلاج المناسب لهالمرض هذا مشان يتفاداه دائما. ورغم كل الصعوبات اللي واجهته قدر ينجح بتوسيع المشروع وتسويقه لأغلب المحافظات. طبعاً مو دائماً أنه سهلة والأمور جيدة، في صعوبات منواجهها من حيث أنه مثلاً عندك الأدوية غالية، سوق التصريف حالياً بالوضع الراهن حسب وضع البلد ووضع المنطقة، فبتتكركب وضعنا، كمان بنتأثر بهالمواضيع، بيصفي إنتاجنا يعني تسويقه صعب، المناسبات والأفراح بتخف، فورد بده أفراح، بده أعياد، بده مناسبات لحتى فينا نبيعه ونستثمر ويرجع بمردود إلنا. بتواجهنا صعوبات تانية بالأدوية الزراعية، الأدوية الزراعية غالية جدا يعني، وحشرات بدها أحيانا تركيبي نوعين من الأدوية، ثلاث أنواع من الأدوية، في عنا حشرة التريبس صعب جدا القضاء عليها بشكل إلزامي، فلازم رش مستمر كل بالأسبوع مرشتين. في عنا العناكب بدها كمان رشتين، والأسعار شيء لا يوصف. وبقدر ما أنتوا بتشوفوا ورد أنه عم بيتعامل الشخص مع وردي، فإنتاجه لتوصل ليد المستهلك أو الزبون أو الفرح أو الهدية المناسبة، منعاني بصعوبة توصيلها بالحجم، بدك حجم وردي جيد جداً، لون زاهي، منظر أنيق، توصل لليد المستهلك، ليد الدوية يهديها، فهي الموضوع صعب يعني، مو سهل بجد مثل منفكر انه وردي خلص ومشي الحال، وحياتها قصيره جدا، يومين ثلاث ايام، على قد ما هي مثلا وردي جميله هي، فبالنسبه لنا نحن كمزارعين صعبه جدا وصولها بهالمنظر لعند الزبون. نحن بالنسبه لتسويق الورد فبيتاثر دائما بالعوامل المحيطه فينا، بالعوامل الاقتصاديه، بالعوامل الموجودة حول البلد وبلدنا، بأي مشكلة بأي تفصيل بأي، بالعيد بيتأثر، بالفرح بيتأثر، بالحزن بيتأثر، كل المواضيع بتأثر على بيعة الورد، لأن هي مادة تكميلية، ما أنا مادة أساسية أو إنتاج أساسي. ففي حال الوضع الاقتصادي سيء نحن بنتأثر، في وضع الاقتصادي مكركب بالمحيط فينا ولا بالبلد فكمان نحن بنتأثر، وعمر الورد قصير جدا يعني بالصيف يومين، فإذا ما وصلت خلال يومين ليد المستهلك نحن خسرناها، فبيتأثر معنا. طبعاً في أنا بالنسبة إلي يعني، وفي خي بياع فاتح محل بجبلي، فبيشتري الإنتاج مننا ومن المزارعين الباقيين، وبيحاولوا يوزعوا لمحلات الورد بالمنطقة كلها، سواء باللاذقية، بالساحل، بحمص، حتى على الحسكة ودير الزور والشام بيوصل إنتاجنا والحمد لله. طبعا في عن طريق تجار يعني، مثل خي مثلا تاجر، تجار تانيين احيانا بنبيع لتاجر تاني، فالحمد لله الامور ميسره، اذا الله يسره بنضل وباذن الله مستمرين لان مصلحتنا، وانت ومحل عندنا الحمد لله وشغال والحمد لله الامور جيده. طبعاً مشاريع البيوت البلاستيكية مشاريع صغيرة، لأي واحد عنده قطعة أرض على مساحة 30 متر بعرض 8 متر قادر أنه يزرع بندورة، يزرع خيار، يزرع كوسة، يزرع أي مادة، وبيحقق اكتفاءه الذاتي طبعاً، لأن سهل التعامل فيها ومحمية من كل 95% محمية، وإنتاجها حلو، والحمد لله بتحقق الاكتفاء الذاتي لأي عائلة موجودة، وتكاليفها رغم كل الصعوبات أنه لازم تتيسر، وبعتقد متيسرة. مشروع سومر مصدر إلهام لكثير من الشباب اللي حابين يستثمروا بمجال الزراعة.